شوف السلام عليكم مازول الفلاوي فوالا خرجنا بال خرجنا تاع المودي تاع الدراك تفضلوا نقولوا نتاسف صراحه نتاسف لما حدث للاسف دخلنا عند المدير تاع الدراك طبعا في الوثائق الاداريه طبعا في الشهاده الاداريه اللي تثبت 20 سنه اقامه ثابته طبعا فيها وقال يعني انا خاطيني استناك دو جيستيون والكلمه تاعي هذه الاخيره احنا كمحامين نتاسف لهذا الوضع ونتاسف للحقوق المهضومه الحقوق المدنيه المهضومه للناشط السياسي رشيد نكاز ورايحين نتخذوا اجراءات قانونية. اجراءات قانونيه انا فيما يخص احنا نقولوا هنا قال لك باللي انه هذو الوثائق موش من الاختصاص تاعي الاختصاص البلديه احنا نقولوا اول شخص في التاريخ وكما قال لك ما تعطيلوش الوثائق تاعو لاسباب سياسيه انك ما تمنحلوش الاقامه ما تمنحلوش كذا انك تهضموا من الحقوق الموجوده في الدستور تجي لي نقول لك اليوم احنا ما عندنا هذا الانسان عم يقولوا له روح عندك شوف الكاش اسرائيل الضمون ديال الوثائق تاع اسرائيل بالك تعطيهم لك وحنا ما نعطيهم لكش وحنا نقولوا سبحان الله والله يجيب الخير في هذه البلاد والسلام عليكم ان شاء الله بو على بالكم بلي ربحنا نهار الاول في المحكمه الاداريه وهذا طاو تعليمات كاين حكم في المحكمه الاداريه بمنح قاضي بمنح رشيد نكاز شهاده الاقامه وللاسف تم ابطال هذا الحكم وهنا كي دخلنا المدير تاع الدراك قال لك خاطيني راح نتخذوا اجراءات قانونيه وراح يدخل في الخصام وهذه هي بارك الله فيكم يعطيك الصحه قال لك الاختصاص تاع البلديه يجي رئيس بلدية يقول لك جاتني تعليمات انا ما نقدرش انا انسان خاف على روحي لانه رشيد نكاز راه محروم يمشي بالتليفون يقول لك ممنوع صافي انا بنعطيك نعطيك الوثائق ومن بعد يصفوا حساباتهم معايا ما نقدرش احنا الشيء اللي نقولوه قولوا لنا منين جات هذه التعليمات شكون اللي راه يصدر هذه القرارات الوثائق ما بحبوش يمدوهم على اساس باللي انه قضيه سياسيه بحته ما عندهاش التعليمات السلطه التلفزيونيه هذو الناس مازالت عصابه هذو الناس اللي ما يخافوش ربي هذو الناس اللي هذو هما هذو الناس كيما يبغوا يعيط في التليفون اعطيلو يعيط في التليفون ما تعطيلوش ما كان حتى شيء يا جماعه خلوه يكمل هذا انا الشيء اللي نقول لكم بانه يكذبوا عليكم لانه هذو الوثائق الدستور عطاهم له ما عطاهم لهش الدراغ ولا عطاهم له الوالي ولا عطاهم له الوزير ولا رئيس الجمهوريه ولا حق دستوري تجي تخدم له اليوم تخدم له برمي وبعد غدوه منك تدور وتقول لي باللي لا ما عندوش الحق في الريزيدونس خويا حق انا عنده ما كان 100% اجمع الخير ما كان لا الماده 87 لا لهم يحزنون يخيطوا كيما يبغوا ويدوا كيما يبغوا ويظهروا كيما يبغوا حنايا نتبعوهم باجراء قانوني نفضحوهم امام الشعب وامام الراي العام خلاصه القول ان الحقوق المدنيه تاع رشيد نكاز راهي مهضومه يا جماعه خلوه يكمل بالفضل الحقوق المدنيه للناشط السياسي رشيد نكاز راهي مهضومه وعنده شهاده اقامه صادره من بلديه عين مران تثبت الاقامه الفعليه والثابته لمده 20 سنه وللاسف عندما دخلنا المدير تاع الدراك رفضها وقال خاطيني بصريح العباره وراح نتخذوا اجراءات قانونيه في حق هذ الناس اللي راهم تجيهم تعليمات وما زالت العصابه وما زالت تجي تعليمات فوقيه وتعليمات من هذه العصابه احنا شوف حضاريين ديمقراطيين قانونيين احنا ما نديروش الفوضى احنا ما امي النظام هذا كان يحوش لا هذا النظام ما كانش يحوش المجتمع راه يحوش اراقه الدماء باش يقتل 1000 ولا 2000 ويعاود يتموقع حنايا احنا رانا نقولوا احنا سلميين قال لك مغلوب على امري
انا ما نقدرش. قال لك انا مغلوب على امري، انا ماشي خاطيني، انا خاطيني. انا سؤال، عندها سؤال. سؤال تاعك. حابين نعرف شكون هذا اللي راه يمد هذا التعليمات ويصرح ويقول ما تخدموش لي بابي؟ شكون هذا؟ قولوا لنا شكون هذا. نقطه مهمه نحوسوا نعرفوها. هذو هذو الناس اللي راهم في السلطه، هذو الناس اللي راهم في السلطه. بدوي وجماعتهم باش يعرفوا كاع. ما تخلقوش حنا عندنا بلاد. حنا يا نضربوهم بالقانون، حنا ما نتخلقوش، نضربوهم بالقانون بالدستور اللي نديرو تشفاكا. هما الجميع خيطوا كي يبغوا نديرو لهم اخويا. فصلوا القانون، هما اللي فصلوا القانون. كيف نخدموا بالقانون؟ هما فصلوا القانون. انا استاذ يا خويا، هما فصلوا القانون. فصلوا القانون، هما فصلوا على حسابهم. انا نقول لك، انا نقول لك على حسابهم. لا سمع حداد، الدستور، 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 الدستور اللي هو التشريع الاساسي، اللي هو اعلى وثيقه في هرم، في هرم النظام القانوني في الجزائر. فهمتيني؟ فهمتيني؟ مع الشعب ما اكزيستيش. الشعب، الشعب، الشعب هو اللي يدير الدستور، ماشي الدستور يدير الشعب. هما اللي دار الدستور على حسابها. نحاوه الانتخابات. لا 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 الماده 87، لا الماده 87 من الدستور. ما بقاش مستعرفين فينا، بقاش يروحوا. سمعي، الماده 87. اجمعت الخير. سمحيني الاخت، سمحيني. الماده 87، اجمعت الخير. الماده 87 من الدستور ما توشيش رشيد نقاز، لان يقول لك ما تجنسش بجنسيه اخرى. هذه الجنسيه، هذه الجنسيه زادت معاه تاع فرنسا، زادت معاه مروكي. يعني مروكي جابوا له مروكي، مروكي يحكم البلاد. احنا رانا فاهمين. الجزائر سلفي. تعليم، شوف سند تاع انه باللي توصي تاعو مرفوض، مرفوض. تعليمات ما عندهاش بطاطا بالدستور. يقول لك عندي واحد عيط لي من فوق التعليمات، ما كاش منها. يمشوا كاع بالتعليمات، ما كاش منها. اجمعت الخير، احنا احنا ما نخافوش، احنا ما نخافوش. هذا يا ولاد الصغار، جزاك كامل الشفيكو، يبلع. Thank you.
الله Rocky, oh, 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 o
الله صلاح القدويلة لا بحنا بينا ولا